شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذا اليوم يدور حول موضوع لم يعط حقه من الاهتمام، مع أنه يمثل شأنا من شؤون العقيدة، وهذا الموضوع هو إحياء أمر المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه، وسهل الله مخرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره. نتحدث بإذن الله حول هذا الموضوع ضمن فصلين. الفصل الأول في العوامل التي تفرض علينا إحياء ذكر المهدي المنتظر. هذه العوامل متعددة، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى عاملين. العامل الأول أن إحياء أمر الإمام المنتظر وإحياء ذكره في النفس أولا وفي المجتمع ثانيا يمثل مصداقا جليا من مصاديق الشكر المنعم، حتى تتوضح هذه النقطة نذكر ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن إحدى المستقلات التي يحكم بها العقل هي قضية وجوب شكر المنعم. هذه القضية
تطرق إليها العلماء في مباحث علم الكلام، ولكن لا يتوقف إدراكنا لهذه القضية على مراجعة ما دونه العلماء في علم الكلام، لأن هذه القضية قضية بديهية، قضية عقلية واضحة. العقل عقل كل إنسان وفطرة كل إنسان ووجدان كل إنسان يحكم بوجوب شكر المنعم. القضية ليست فقط قضية الحسن العقلي أن هذا الشيء شيء حسن، لا، القضية أكثر من ذلك، وإنما هي قضية وجوب وقضية فرض وقضية حتم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن المنعم بالذات وإن كان منحصرا في الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هنالك منعم بالذات إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر لا ينفي وجود منعمين آخرين بالتبع. المنعم بالذات هو الله تعالى، ولكن يمكن أن يكون هناك منعمون آخرون لكن بالتبع، لا بقدرة ذاتية منهم، وإنما بقدرة أعطاهم الله سبحانه وتعالى. هذا المطلب وإن خفي على بعض الشذاذ، شذاذ الآفاق وذوي الإدراك المحدود، ولكن هذه القضية قضية واضحة، هذه القضية يثبتها القرآن الكريم. هؤلاء الذين يدعون أنهم هم المدافعون عن القرآن وهم الذين حملوا لواء القرآن في العالم، كأنه ما قرأوا القرآن أو كأنهم ما فهموا القرآن الكريم، فأخذوا يتهمون المسلمين بالشرك والزندقة والإلحاد. شاهدتم ماذا يقولون وماذا يفعلون، كأنه كل الأمة الإسلامية كانوا على خطأ وضلال وشرك من يوم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بعد أكثر من 1000 عام، إلى أن وجد واحد منهم ابن فلان وعرف التوحيد الحقيقي، هو الموحد الحقيقي، وكل الأمة طوال 1000 عام كلهم كانوا مشركين. هذا القرآن الكريم، الله تعالى يثبت وجود منعم غير الله، الله منعم وغير الله أيضا منعم. الله تعالى يقول، راجعوا سورة الأحزاب، وإذ تقول
للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. إذن الله منعم، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا منعم بنص القرآن الكريم. هذه الآية راجعوها في سورة الأحزاب. في آية ثانية، هذه الآية التي قال أبو حنيفة كأني والله ما سمعتها قبل هذا اليوم، فقال له الإمام الصادق: بلى صلوات الله عليه، ولكن على كل حال لعل مضمون كلام الإمام أنه أكو أمام قلبك غشاوة، لعل مضمون كلام الإمام. الآية الكريمة راجعوها في سورة التوبة تقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الله مغني، هو الذي أغنى، وأنه هو أغنى وأقنى، والرسول أيضا مغني. ولذلك الإمام الصادق عندما جلس صلوات الله عليه على تلك السفرة قال: اللهم إن هذا منك ومن رسولك، هذه النعمة منك ومن رسولك. فقال له أبو حنيفة: أشركت يا أبا عبد الله؟ لا، هذا مو شرك. المغني بالذات، المنعم بالذات، هو الله سبحانه وتعالى. ولكن يمكن أن يكون هنالك منعمون آخرون بالتبع. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن سلسلة المنعمين فيها جانبان. هذه العوامل التي تفيض النعمة علينا فيها جانبان. الجانب الأول جانب العوامل المنظورة، الجانب الثاني جانب العوامل غير المنظورة. هذه هي نقطة الاختلاف بين الإلهيين والماديين. المادي ينظر العوامل المادية، يلاحظ العوامل المنظورة، هذه علة وهذه علة العلة وهذه علة علة العلة وهكذا، وينتهي. ولكن الإلهيون ينظرون إلى أبعد من ذلك، يعتقدون أن وراء هذه العوامل عوامل أخرى غير منظورة. آخر عامل من العوامل غير المنظورة في هذه السلسلة الإمكانية، الله سبحانه وتعالى خارج من السلسلة الإمكانية، لا تنطبق عليه موازين الإمكان. ولكن آخر حلقة في هذه السلسلة الإمكانية والتي تقف وراء كل شيء ويتحرك بها كل شيء، هي وجود خاتم الأوصياء، نور الله المشرق وضياؤه المتألق، الحجة ابن الحسن العسكري. صلوات الله وسلامه عليه. فهو ولي نعمتنا،
أن تراجعوا الكافي، هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، والشيخ الطوسي في كتابه التهذيب. هذه الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في زيارة الإمام الحسين، إحدى الزيارات المطلقة للإمام الحسين صلوات الله عليه هذه الزيارة. والشيخ الصدوق يقول إن هذه الزيارة أصح الزيارات عندي رواية. الزيارات كثيرة ولكن هذه أصح الزيارات. الشيخ الكليني يرويها، الشيخ الطوسي يرويها، الشيخ الصدوق يرويها. لاحظوا هذه المقاطع، نخاطب الأئمة صلوات الله عليه: بكم تنبت الأرض أشجارها، يعني هذه الشجرة التي تنبت بكم لا منكم. أكو فرق بين ما منه الوجود وما به الوجود. ما منه الوجود هو الله تعالى، ولكن ما به الوجود هم أهل البيت صلوات الله عليه. حتى المطر هذا القرآن يثبته: فأخرج به من الثمرات. من المخرج؟ من منه الوجود؟ الله. هذا نص القرآن في سورة البقرة: فأخرج. من هو المخرج؟ الله. ما منه الوجود هو الله، لكن ما به الوجود منه؟ القرآن يقول به، يعني بمن؟ يعني بالمطر. لكن هذا عامل مادي يقع في ذيل هذه الحلقات، ولكن عندما تتقدمون في هذه الحلقات وتتجاوزون الحلقات المنظورة إلى الحلقات غير المنظورة، في آخرها هو ولي الله الأعظم. بكم، هذا النفس الباء نفس تعبير القرآن الكريم في مورد آخر: به، بكم تنبت الأرض أشجارها. فإذا شفت شجرة، نحن نمشي ونلاحظ الشجرة، ولكن المؤمن يجب أن يفكر كيف نبتت هذه الشجرة. هذه الشجرة نبتت بعناية ولي الله الأعظم، هي هذه الشجرة. وبكم تخرج الأرض ثمارها، هذه الثمرة التي نأخذها ونتناولها. المادي يلاحظ هذه الثمرة، الغافل يلاحظ هذه الثمرة ويأكلها، ولكن المؤمن الملتفت يرى أن هذه الثمرة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن واسطة هذا الفيض من هو؟ المهدي المنتظر. فإذا هذه الثمرة التي نأكلها، إحنا دا نأكل نعمة المهدي المنتظر. هذا الطعام الذي نأكله، هذا الطعام دا نأكله ببركة وجود المهدي المنتظر. هذا الماء الذي نشربه دا نشرب ببركة وجود المهدي المنتظر. جيد، واحد يأكل النعمة ولا يشكر المنعم أبدا، كأنه ماكو في الدنيا أفراد ماديين يأكلون الطعام ويشربون الماء ولا يشكرون الله تعالى، غافلون عن الله. هذا نوع.
النوع الثاني يأكل الطعام ويشرب الماء ويتمتع بهذه النعم ولا يعرف دورا لولي الله الأعظم في هذه النعم، هذا نوع آخر أيضا. بكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث. وأكو عبارة في هذه الزيارة جدا قوية حقيقة، من أقوى العبارات، إرادة الرب، إرادة الله، إرادة الله لا تنفذ في الحياة بشكل مباشر. الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. واحد يقول يا الله أريد الدفء منك مباشرة في البرد، الله يقول أنا ما جعلت هذا الشيء، أنا لا أعطيك الدفء في الحالات الطبيعية، لا، اذهب إلى الشمس واستفد منها الدفء، أنا جعلت الدفء عن طريق الشمس، أنا ما أعطي بشكل مباشر. أبى الله عادة، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسباب. فهذه العبارة تقول إرادة الرب، الله تعالى عندما يريد شيئا في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هذه الإرادة الإلهية لا تأتي إلينا نحن البشر بشكل مباشر، وإنما تهبط على بيت ولي الله الأعظم وتصدر من بيت ولي الله الأعظم وتصدر من بيوتكم، والصادر مما فصل من أحكام العباد. والقرآن الكريم أيضا يثبت ذلك، لأن القرآن الكريم يقول تنزلوا، متنزلة، تنزل فعل ماضي، تنزلوا، راجعوا علماء العربية، فعل مضارع، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. احنا نؤكد على أن هذه الإرادة إرادة الله تعالى بإذن ربهم من كل الملائكة اللي هم وسائط الفيض الإلهي، ولكنهم حلقة في هذه الوسائط العوامل غير المنظورة، أكو هنالك حلقة أخرى وراءها وهو الإمام. فإذا واحد يستفيد من هذه النعم، يعيش عمر غارق في هذه النعم ولا يذكر المنعم، هذا ما يشكل نوع من كفران النعمة، كأنه لا وجود للإمام في حياته. هذه النقطة الأولى، أن إحياء أمر المهدي المنتظر في النفس أولا وفي المجتمع ثانيا، هذا النوع من أنواع شكر المنعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كانت النقطة الأولى نقطة موضوعية فالنقطة الثانية نقطة طريقية، وهي أن التوجه إلى الإمام وذكر الإمام وإحياء أمر الإمام في النفس والمجتمع، هذا وسيلة لجلب الخيرات والبركات. أكو فرق بين من يذكر ومن لا يذكر، حتى الله يقول هذا الشيء، الله يقول في القرآن فاذكروني أذكركم، اذكر تذكر،
هذا بتفصيل. الذكر في مقابل الذكر لا مجال الآن لبيان هذا التفصيل. فالإنسان إذا ذكر الإمام، الإمام يذكره. هنالك فرق بين من يطلب ومن لا يطلب، هنالك فرق بين من يقرع الباب ومن لا يقرع الباب. هل يمكن أن يكون على حد واحد؟ واحد كل يوم جمعة يتوجه إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه ويقرأ دعاء الندبة، واحد ينام إلى الساعة 11 وهو غافل عن الإمام، هل يمكن أن يكون على نسق واحد؟ معقول؟ واحد كل يوم بعد صلاة الصبح يقرأ الزيارة المذكورة في المفاتيح، كل يوم بعد صلاة الفجر هنالك زيارة أو دعاء للإمام المهدي، واحد يخاطب الإمام المهدي يدعو للإمام المهدي، واحد أبدا مو ملتفت إلى هذه القضية، هل هما على نسق واحد؟ معقول؟ هذا الذي لا يذكر والذي يذكر سيان، مو معقول. اذكروني أذكركم. هنالك دعاء العهد، دعاء العهد يقرأ 40 صباحا وفيه ثواب عظيم مذكور في المفاتيح، راجعوا المفاتيح. من يقرأ دعاء العهد ومن لا يقرأ، هؤلاء متساوون؟ من يزور الإمام في كل يوم ومن لا يزور الإمام في كل يوم، هؤلاء متساوون متساويان؟ يوم الجمعة فيه دعاء، لأن يوم الجمعة هو يوم الإمام المهدي صلوات الله عليه، واحد كل يوم جمعة مقيد مما ينقل عن الجد رحمة الله عليه، هذا كثير من المؤمنين أنه يوم الجمعة كان مقيد قبل الغروب، هذه ساعة جدا مباركة وعظيمة اليوم، يعني مثل هذا اليوم، وكل يوم جمعة كان يذهب إلى السطح ويدعو، واحد كل يوم جمعة يدعو، واحد كل يوم جمعة يراقب غروب الشمس في تلك اللحظة اللي بعض الشمس تكون في نطاق الأفق وبعضها قد اختفى ويدعو، واحد لا أصلا غافل، معقول هذا عند الله وعند أولياء الله يكونون على نسق واحد؟ واحد كل يوم يذهب إلى حرم العباس أو إلى حرم الحسين صلوات الله عليه، وكل يوم يطلب منهم ويدعو ويستشفع بهم إلى الله سبحانه، كل يوم يروح يطلب، وواحد أبدا ما يطلب، أبدا مو متوجه، كل نظر إلى العلل والعوامل المادية، معقول أن يكون على حد واحد؟ قطعا مو معقول. هذه الفيوضات الإلهية، التوجه والتوسل والذكر والطلب والسؤال والإلحاح، هذه كلها مؤثرة. في ذهني هكذا يخطر بالبال أن رجل، أو في رواية أنه إذا واحد صلى وبسرعة طلع بعد الصلاة، واحد يدعو عبد الله تعالى، إذا واحد صلى وما طلب من الله، تقول الحور العين إن هذا لزاهد فينا، واحد يجب أن يطلب، أكو فرق بين من يطلب ومن لا يطلب. هذا الفصل الأول من الحديث. الفصل الثاني ونشير إليه بإيجاز، كيف نحيي أمر الإمام وذكر الإمام؟ الجواب المهم هو التوجه،
إذا واحد توجه إلى هذه القضية هو يعثر على مصادق الإحياء. المهم هو التوجه في البداية. نذكر بعض المصادق. أولا، تسمية الأبناء والبنات، الأولاد واحد يسميهم بألقاب الإمام المهدي، هذا نوع من الإحياء. البنات واحد يسميهن باسم والدة الإمام المهدي السيدة نرجس صلوات الله عليها، هذا نوع من الإحياء، هذا أولا. ثانيا، الحسينيات والمساجد والمشاريع الخيرية تسمى باسم الإمام المهدي. ثالثا، هذا الدعاء الذي يدعى به في كل يوم عقيب صلاة الفجر. رابعا، دعاء العهد 40 صباحا بالمقدار اللي نتمكن. خامسا، دعاء الندبة في أيام الجمعة بالمقدار اللي نتمكن. سادسا، مطالعة الكتب التي تتحدث حول الإمام المهدي. احنا في الواقع ثقافتنا حول الإمام المهدي صلوات الله عليه جدا محدودة. مو من المؤسف تطرح في ديوانية من الديوانيات بعض الشبهات ولا يستطيع شاب مؤمن متدين أن يجيب عليها؟ هذا مو نابع من ضحالة الثقافة الدينية؟ واحد يطالع، أخذوا هذه الكتب، كتاب الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور للسيد القزويني رحمه الله وغيره من الكتب، كتب كثيرة، واحد يأخذها يطالعها، يعمق ارتباطه بالإمام، يجدد عهده مع الإمام، يثبت عقيدته. سابعا، إحياء الأماكن المرتبطة بالإمام. ولو الآن إحنا يدنا مقطوعة والطرق مسدودة، لكن متى ما تمكن سامراء، الأماكن المنسوبة للإمام المهدي، مسجد جمكران في قوم، هذا خو ممكن. من الأشياء العجيبة في حياة المجدد الكبير رحمة الله عليه، سوى عمل غير مفهوم، وما عرفنا، أنا الآن ما يخطر في بالي أن أحدا، ما أتذكر، لعله أو نادر، قام بمثل هذا العمل في إبان مرجعيته العظمى. كان المرجع الأعلى في النجف الأشرف، ترك النجف، راح إلى زيارة الإمام الحسين في النصف من شعبان، ثم ذهب إلى زيارة الإمامين الكاظمين في الكاظمين، ثم ذهب إلى سامراء في آخر شهر شعبان. قال أنه أنا في شهر رمضان أبقى هنا. منطقة سامراء كانت قرية صغيرة، مع أنه هذه المراكز للأئمة يجب أن تكون مراكز عالمية، يجب أن يهتم بها، قرية صغيرة بيد الغرباء عن أهل البيت، كل ليلة كانوا يغلقون الحرم أول الليل، حرم الإمامين الهادي والعسكري صلوات الله عليهم. قال أنا أبقى هنا. بعد شهر رمضان العلماء في النجف طلبوه، قال أنا بعد ما أجي، أنا أبقى هنا. النجف الحمد لله عامرة بالعلماء وكذا، أنا أبقى هنا. حقيقة هذا موقف عجيب، وببركة هذا الموقف أحييت مدينة سامراء، هذه القرية اللي كانت بيد
غرباء عن أهل البيت، وبعضهم أعداء لأهل البيت، وكانوا يطاردون الزوار ويؤذونهم، وإذا بها تتحول إلى حاضرة من الحواضر العلمية، ووجدت هنالك حوزة قوية في سامراء. العلماء والخطباء، السيد الأمين كاتب: إنني زرتها فوجدتها تعج بالزائرين في عهد المجدد الكبير، وبنى فيها سوقا كبيرة بأموال بعض الأخيار، وأنشأ فيها دورا، وأنشأ فيها مدرسة علمية، وبنى على شاطئ دجلة، لأن دجلة تمر على سامراء أيضا، وبنى جسرا حتى يعبر الزوار إلى سامراء، وحولها إلى مثل النجف وكربلاء وقوم ومشهد أو ما يقرب من ذلك، ينقل في أحواله. طبعا هذا الموقف ما كان مفهوما أنه ليش هاجر، ولكن بعض المؤرخين يقولون لعله هذا الفكر إجا في ذهنه، أنه حقيقة من الظلم أنه هذا المركز الذي هو مركز الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي يترك هكذا. هذا الظلم حقيقة، هذا إجحاف. فذهب. وأيضا ينقلون، راجعوا التواريخ المكتوبة حول المجدد، يقولون أنه عندما ذهب في شهر رمضان، في آخر شعبان وفي شهر رمضان إلى سامراء، رأى الإمام الهادي صلوات الله عليه في المنام، فقال له الإمام الهادي صلوات الله عليه: ابق عندنا ونحن نحميك وننصرك. وفعلا تجلى هذا النصر في مواطن مختلفة من حياته، ومنها قضية التنباك اللي كانت من القضايا العظيمة والمهمة في التاريخ الشيعي بل في التاريخ الإسلامي، وربط هذه القضية أيضا بالإمام المهدي صلوات الله عليه. الشيخ الحلبي وهو أحد علماء طهران توفي، يقول: أنا رحت إلى السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، وقلت له أنه إحنا دا نعيش، مضمون كلامه، أنقل القضية بالمضمون، إحنا دا نعيش في ظل الإمام المهدي ببركة الإمام المهدي، هل من الإنصاف أن تبقى سامراء هكذا متروكة؟ وألححت عليه وأصررت عليه، فقال لي السيد أبو الحسن رحمة الله عليه: ما مضمونه؟ نحن لم ننسه، يعني ما نسينا الإمام المهدي، وهو لم ينسنا، هو ما نسانا أيضا. ثم ذهب وأخرج رسالة موجهة إليه من قبل المهدي المنتظر. إن شاء الله نتحدث عن هذه الرسالة في وقت آخر. على كل حال، ناشر الكتب التي تبين وجه حكومة الإمام الحضاري للعالم، هذا شيء مهم. حكومة الإمام لها وجه حضاري، عندما الإمام يأتي يؤمن به. لاحظوا الروايات: جميع اليهود في العالم وجميع النصارى في العالم، ويقف أمامه بعض المسلمين، بعض اليهود كلهم لو عرفوا ولو بمقدار حكومة الإمام، منهج حكومة الإمام، الحياة الاقتصادية في عهد الإمام، الحياة السياسية في عهد الإمام، العمران في عهد الإمام، حل الإمام لمشكلة السكن، حل الإمام لمشكلة البطالة، هذه إذا تعرض على العالم
وهكذا من هذه المفردات، المفردات كثيرة، واحد يجب أن يفكر كيف يحيي أمر الإمام في المجتمع وفي النفس، وأن يتذكر حتى لا يكون من الكافرين. أختم كلامي الكافرين بالنعمة، يعني أختم كلامي بهذه القضية التي لا أنقلها بشكل مباشر، وإنما نقلها أحد الإخوة الكرام، وهذه القضية أيضا مضمونها موجود في الروايات، يعني ليست قضية عجيبة، لا، مضمونها موجود في الروايات. لاحظوا رسالة الإمام المهدي، الرسالة المروية عن الإمام المهدي للشيخ المفيد، ولاحظوا عباراتها. أحد الإخوة نقل لي عن الوالد حفظه الله أنه في فترة من الفترات اشتدت عليه المشاكل والمحن والخطوب من كل جانب، فضاق قلبه بذلك، وخطر في باله خاطر لحظة واحدة، هذا الخاطر أنه خطور، طبعا مو اعتقاد، مو قول وتلفظ باللسان، لا، مجرد خطور، أحيانا واحد تخطر في باله شيء بغير إرادة، من خطر في باله هذا الخاطر أنه كأن الإمام المهدي، مع أننا من جنوده، إحنا من جنوده، واحد من جنوده، كأن الإمام المهدي لا ينظر إلينا، مجرد خاطر. ثم بعد ذلك ذهب هذا الخاطر، أذهب هذا الخاطر. يقول: في تلك الليلة رأيت في المنام المهدي المنتظر. في عالم الرؤيا، وقال لي: نحن حفظناك ولازلنا وسوف نحفظك، يعني حفظناك في الماضي ولازلنا نحفظك الآن وسوف نحفظك في المستقبل. هذه القضية راجعوها في رسالة الشيخ المفيد، رسالة الإمام المهدي للشيخ المفيد، يقول: لولا عنايتنا وتوجهنا إليكم أنتم الموالون لحل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. هي نص العبارة: اصطلمكم الأعداء، يعني قلعوكم من جذوركم، بعد ما كان يبقى للموالين واحد على وجه الأرض، واصطلمكم الأعداء، مثل هذا الرجل في العراق، كثير مروا اللي حاولوا قلع جذور الموالين لأهل البيت. ولولا عناية الإمام المهدي بأمر الله سبحانه وتعالى لما بقي للموالين شيء. نحن كلما زدنا توجهنا وذكرنا وارتباطنا وعنايتنا بالإمام صلوات الله عليه، نزداد منه توجها ولطفا وعناية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج ويسهل له المخرج، ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب.
بين الظلام وبين نور مشرق هدي